في تشابه كبير بين الفريقين حتى في المباريات التنافسية، يعني احنا شاهدنا انه النصر يتعادل مع الاتحاد ويتعادل مع الهلال، الشباب كذلك يتعادل مع الهلال يتعادل مع الاتحاد. المباريات اللي مثل هذا النوع من الصعب بمكان انك تقدر تحكم او تجزم يكون عوامل الفريق حتى لو كان عناصريا افضل تختلف في مثل هذه المباريات. واكبر دليل ابو علي شاهدنا مباريات النصر والشباب تحديدا في السنوات الاخيره وما تحمله من قوه واثاره داخل الملعب، يمكن حتى كذلك خارج الملعب. مباراه صعبه على الفريقين، يملكوا جميع العناصر، يمكن التشابه الوحيد هي الاشكاليات اللي بتواجهها في الفريق او في الخطوط الخلفيه للفريقين. يمكن يعني الشباب في وجود حسان نعم وضعه الدفاعي جيد، لكن مثل ما قال أبو فيصل تحديدا الشباب فريق أمام الفرق الكبيرة ممكن يظهر بشكل شرس. حتى لو خسر أمام الاتحاد في الكاس أبو علي خسر بضربات جزاء، وتعرف أنت مباريات الكاس تختلف على الدوري، لكن أنك تخسر من أمام الفتح برباعية وتخسر من أمام الوحدة وما تقدم الأداء الجيد، الشباب يملك خط هجوم قوي. حتى المباراة الأخيرة اللي أمام الاتحاد كان غايب سانتيمينا، وسانتيمينا يعني المهاجم بشكل إضافة مثل ما يشكل تاليسكا في الفريق النصراوي. أتوقع مباراة صعبة جدا على الفريقين، ليس فريق دون الآخر، وممكن كذلك اللي حاصل قبل المباراة مع بين الجماهير وإعلام الفريقين حول آلية التذاكر ورفع أسعار التذاكر. دائما مباريات الشباب والنصر في السنوات الأخيرة أصبحت يعني مثيرة خارج الملعب وداخل الملعب. إن شاء الله بإذن الله تعالى يقدم الفريقين الأداء اللي يستمتع فيه الجماهير، والنتيجة طبعا زي ما قلنا في البداية صعبة، صعب إنك تحكم يعني من اللي يكسب في ظل الأوضاع بين الفريقين.